بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه. وبعد، الكثير يتساءل كيف ممكن إن هو يحجز استشارة في موقع إشراقة روح وبشكل سهل وسلس وبدون انتظار أو بدون ردود أو غيره، مباشرة من خلال الموقع الخاص بإشراقة روح. أول خطوة نعملها هي إنه إحنا ندخل إشراقة روح في متصفح جوجل. فأول حاجة نعملها ندخل كلمة إشراقة روح، بعد ذلك نعمل عملية بحث، راح تظهرنا كل ما يتعلق بإشراقة روح، ولذلك راح نختار الموقع اللي هو اسمه الموقع الرئيسي لإشراقة روح. هذا هو الموقع، أدخل إلى هذا الموقع راح يظهر لي مباشرة الصفحة الرئيسية لشبكة إشراقة روح. هو موقع يختلف عن موقع الدورات التدريبية. على العموم، من خلال العنوان اللي مكتوب على شكل brightonsouls.net، ثم أضغط على كلمة الاستشارات، راح تظهر لي بعد ذلك صفحة الاستشارات، وهنا راح أشوف إنه عندي كل التفاصيل اللي أحتاجها لنوع الاستشارات. أول نوع اللي هو، وحتى القيمة، وأول نوع اللي هو استشارة نصف ساعة. طبعا إذا أريد استشارة نصف ساعة أضغط هنا وراح تظهر لي صفحة الحجز الخاصة بالاستشارة. من بعدها أحدد نوع الاستشارة اللي أريدها والتوقيت من خلال الضغط على الدوائر هذه، فأروح مباشرة أضغط على التوقيت اللي يناسبني أو المتاح والموجود، أضغط عليه وأعمل Next. راح تلاحظوا أنه في مجموعة من البيانات لازم أحطها، اللي هو البريد أو الاسم، فأحط الاسم، أحط البريد، أختار نوع الاستشارة، مثلا أريدها أونلاين، وأكتب هنا حضوري، أكتب بياناتي على سبيل المثال، وأحط البيانات هذه بالتفصيل، نوع الاستشارة، وهنا أكتب التفاصيل اللي أريدها المتعلقة بالاستشارة، وهنا إذا حبيت أضيف شيء آخر أو أقول لا يوجد، المهم إنه ما أنسى أحط رقم الهاتف هنا. ثم بعد ذلك أبدأ بوضع بيانات بطاقتي البنكية بحيث إنه أنا أحفظ مباشرة وأضع التفاصيل الخاصة ببياناتي البنكية. في النهاية بهذا الطريقة، وساعتها فقط أضغط على الزر الأزرق وانتهى التسجيل. مباشرة راح تجيكم تفاصيل متعلقة باللي هو طبعا الحجز، راح يجي على رقم الهاتف وكذلك على البريد اللي سجلته. هذا ببساطة كيف ممكن